السلام عليكم طلاب، إن شاء الله اليوم راح نشرح المحاضرة الخامسة واللي هي بعنوان Diabetic Panel. Diabetic Panel عبارة عن group of tests that are used to diagnose diabetes mellitus or its complication. يعني معناها عبارة عن مجموعة من التيستات اللي تستخدم لتشخيص مرض السكر أو مضاعفاته، وتتضمن طبعا هاي بالبداية أو الأول واحد هو قياس الـ blood glucose، يعني نقيس الـ concentration مال الجلوكوز مباشرة بالدم. طبعا هي أربع تحاليل تؤدي هذا الغرض، اللي هي الـ fasting blood sugar، يعني قياس السكر الـ concentration مال السكر بالبلاد لما الشخص صايم، وبعد عندنا الـ postprandial blood sugar، يعني قياس السكر بالدم بعد ساعتين من الوجبة، وعندنا التحليل الثالث اللي هو random blood sugar، يعني معناها قياس السكر في أي وقت من اليوم. عندنا الـ oral glucose tolerance test، هذا اللي أيضا نقيس به مستوى السكر، لكن بشروط هي أن يكون الشخص صائم ويعطى بالمختبر تركيز معين أو كمية معينة من السكر، وبعدين نقيس شقد مستوى السكر بالدم بعد ما ينعطى السكر المعلوم الكمية. زين، عندنا التحليل الثاني اللي هو يجرى على اليورين وليس على البلاد، اوكي، ويتضمن اليورين شوغر، اليورين بروتين، واليورين مايكرو البومين، واليورين كيتونز. عندنا التحليل الثالث والمهم جدا في دايبتاس ميلتاس، واللي هو اساس تشخيص دايبتاس ميلتاس، هو ال HbA1c، وادق تحليل طبعا شخصنا او ينطينا صورة عن glycemic picture of the patients. زين، عندنا التحليل الرابع اللي هو الانسولين. هنا انا راح نقيس تركيز الهرمون اللي مسؤول عن تنظيم مستوى الجلوكوز بالدم واللي هو الانسولين. التحليل الخامس اللي هو الايستد سيل انتيبودي. هنا انا تقاس الاجسام المضاده اللي قد يسويها الاميون سيستم ضد خلايا البنكرياس اللي تصنع الانسولين. طبعا غالبا هذا التحاليل الكشف عن التايب 1 دايابيتس ميليتاس وتمييزه عن النوع الثاني. زين، التحليل الثالث اللي هو السي بيبتايد. طبعا هذا السي بيبتايد هو عبارة عن قطعة بروتينية، احنا مثل ما نعرف انه الانسولين قبل لا يصير قبل الاكتف فورم مالته ينتج على شكل انكتف فورم بري برو انسولين، بعدين قطعة بيبتيدية تطلع من عنده يتحول الى برو انسولين، بعدين هذا البرو انسولين يطلع من عنده السي بيبتايد ويتحول الى الاكتف فورم اللي هو الانسولين. فاحنا عندنا تيست من المختبر يشخص هاي السي بيبتايد، القطعة البيبتيدية اللي طلعت عندنا من الانسولين. زين، فهسه نجي ناخذ التحليل الثالث بالتفصيل اللي هو الجلايكيتد هيموغلوبين الHbA1c، وكذلك يسمى الجلايكوسيليتد هيموغلوبين. كل هاي الترمات توصف لنا انه الهيموغلوبين ارتبط بالريديوسينج شوجر اللي هو الجلوكوز، يعني لما الهيموغلوبين يرتبط بالريديوسينج شوجر اللي هو الجلوكوز يسمى الجلايكوسيليتد هيموغلوبين. وطبعا هذا الارتباط من يكون من مجموعة الامين اللي تحتوي مجموعة الامين الخاصة بالهيموغلوبين، يعني البروتين. الهيموغلوبين هو بروتين، فهذا البروتين اكيد هو سلسلة من الاحماض الامينية، فيكون الارتباط من بين الجلوكوز بين الجلوكوز وبين الحامض الاميني من احدى مجاميع الامين. هسه نيجي نشوف هنا من حامض اميني يسمى الفالين، يكون الارتباط من عنده، اوكي. طبعا هذا الارتباط اللي يصير بين الجلوكوز وبين جزيئه الهيموغلوبين يكون نون انزيمتيكالي، يعني ما يحتاج اي انزيم، يصير من تلقاء نفسه بين الجلوكوز والهيموغلوبين، لكن اعتماده يكون فقط على تركيز الجلوكوز بالدم، اوكي. يعني كل ما زاد تركيز الجلوكوز بالدم كل ما زاد الارتباط بين الهيموغلوبين وبين الجلوكوز. بعد ما يرتبط الهيموغلوبين بالجلوكوز يصير يحتوي على مجموعة، هاي المجموعة نسميها كيتومين، اوكي، واللي هي بعد ارتباط المجموعة بعد ارتباط الجلوكوز بالهيموغلوبين، اوكي. زين، هسه الرايت اوف فورميشن، يعني سرعة تكوين هذا الجلايكيتد هيموغلوبين او الجلايكوسيليتد هيموغلوبين تكون تتناسب تناسب طردي ويا البلازما جلوكوز مثل ما ذكرت لكم. يعني كل ما زاد تركيز الجلوكوز عن مستواه الطبيعي كل ما زاد هذا الارتباط فيما بين الهيموغلوبين والجلوكوز. زين، هنا أنا بسبب عمر خلايا الدم الحمراء 120 يوم، لذلك هذا الجلايكوسيليتد هيموغلوبين يمكن ان ينطينا صورة عن سكر الدم للأشهر الثلاثة اللي مضت،
أوكي بسبب أنه عمر خلية الدم الحمراء 120 يوم تقريبا. لذلك هو ذكرت لكم أنه يعطينا صورة عن سكر الدم للثلاث أشهر اللي مضت. أوكي زين، هسه طبعا احنا مثل ما نعرف انه الهيموغلوبين هو انواع، واشهر نوع من عنده هو او الاكثر نوع تواجد في جسم الانسان هو النوع الاي، الهيموغلوبين اي، وهذا الاي ايضا انواع. اوكي اللي هو اللي يرتبط بالسكر يسمى الاي 1، بعد ارتباطه بالسكر يسمى اي 1 سي. اوكي فقلنا انه الهيموغلوبين انواع، النوع اللي موجود بالادلت والاكثر شيوعا هو الاي. اوكي وهذا الاي ايضا انواع من عنده، عندنا النوع اللي يرتبط بالسكر يسمى الاي 1، وبعد ارتباطه بالسكر يصير اي 1 سي. اوكي وهو هذا الموست كومونلي ديتكتد جلايكوسيليتد هيموغلوبين. اوكي هنا أنا مثل ما ذكرت لكم قبل شوي، الجلوكوز مولكيول attached to the one or both of the N terminal of valine. عندنا هنا أنا هذا البروتين الهيموغلوبين يحتوي على أحماض أمينية. اوكي من ضمن الاحماض الامينيه الطرف مال هذا الاحماض الامينيه يكون حامض اميني اسمه فالين، فتجي الجلوكوز تجي هاي جزيئه الجلوكوز ترتبط بالطرف الاميني مال الحامض الاميني اللي هو الفالين. اوكي مال السلسله البوليبيبتيديه مال البيتا تشين اوف ذا هيموغلوبين. احنا مثل ما نعرف انه الهيموغلوبين بانواع كلهن هو عباره عن تو عباره عن فور تشينز عفوا، اوكي اثنين تكون الفا واثنين تكون بيتا، فالسلاسل البيتا تحتوي على هذا الان تيرمينال اللي هو الحامض الاميني الفالين، الجلوكوز ترتبط بهذا الفالين بتكون لنا مجموعه الكيتوامين اللي ذكرت لكم اياها. اوكي زين، طبعا هذا في البداية احنا ذكرنا انه ال HbA1c ادق واحسن تحليل حتى نسوي مونيتورينج لللونج تيرم دايابيتس ميليتس، يعني نتابع بيه مرضى السكر ونشوف هل هم يستجيبون للعلاج، هل الجلايسيميك بيكتشر مالتهم مضبوطة اوكي خلال الاشهر اللي مضت، فيعطينا صورة ممتازة عن مستوى السكر بالدم. زين النورمال رينج مال هذا ال HbA1c ايش قد؟ من 4% الى 6%. يعني شنو يعني؟ معناها من 4% الى 6% بالوضع الطبيعي من الهيموغلوبين يمكن ان يرتبط بالسكر. اوكي لما يكون مستوى السكر ايضا طبيعي، يعني من 70، اذا كان مستوى السكر من 70 الى 110 ملي جرام بير دي سي لتر للشخص الفاستنج، إذا كان هذا مستوى السكر للشخص فالارتباط راح يصير بين الهيموغلوبين والجلوكوز ما يتجاوز 6%، يعني من 4 إلى 6% يكون هذا الرينج المسموح به. لكن إذا صعد مستوى السكر بالدم يعني إذا زاد عن 110 فهذا الارتباط بين الهيموغلوبين وبين الجلوكوز راح يزداد. أوكي وقد توصل النسبة إلى 7 إلى 8 إلى 9 اعتمادا على مستوى السكر بالدم. فهنا نشوف احنا الجلوكوز حتى يصير ال HbA1c يصير له كوندنسيشن ويا الهيموغلوبين ويا الفالين تيرمينال ويا الان تيرمينال العفو اوف ذا فالين، ويصير البري HbA1c يعني قبل ما قبل ال HbA1c الكامل بالستركتشر الكامل مالته، بعدين بتفاعل سلو من تلقاء نفسه يتحول الى ال HbA1c المور ستيبل، يعني يصير فد موديفيكيشن على الستركتشر مالته. طبعا هذا يكون ريفرسبل، يعني ما ممكن انه يرجع مره ثانيه الجلوكوز ينفك من الهيموغلوبين ويرجع على وضعه الطبيعي. الاعتماد يكون على اللايف اوف ذا ار بي سيز، يعني على عمر كريات الدم الحمراء وكذلك على الجلوكوز كونسنتريشن، على تركيز الجلوكوز. فهمنا انه هذا التيست ينطينا صوره عن الجلوكوز في الدم للثلاث اشهر اللي مضت. زين طبعا البحوث هنا اثبتت انه هناك علاقه بين الاستيميتد بلاد جلوكوز وبين ال HbA1c، يعني اذا عندي ال HbA1c من الممكن عن طريق معادله معينه اطلع ايش قد عندي البلاد جلوكوز، فهاي المعادله اللي اطبقها. يعني هنا الاستيميتد جلوكوز ايش قد بالمليغرام بير دي سي لتر 28.7 في ال HbA1c، يعني ايش قد عندي تركيز ال HbA1c يطلع، وهنا ننقص منه 46.7 تطلع لي ايش قد مستوى السكر بهذا ال HbA1c. هذا الجدول طبعا للاطلاع عندكم تشوف ايش قد عندنا HbA1c وايش قد يقابله بلازما جلوكوز، وايضا يعني هاي المعادلة فقط هي للحفظ على مود تعرف شلون اذا عندك HbA1c شلون تطلع من عنده بلود جلوكوز.
والعكس صحيح. وطبعا بس يعني هاي الثانية مو دقيقة، ما تطلع اتش بي اي 1 سي من البلود جلوكوز مو كلش دقيقة، بس انه تطلع بلود جلوكوز من اتش بي اي 1 سي شوية بيها نوع من الدقة. زين، عندنا بعض الملاحظات المهمة جدا اللي تخص هذا التيست. مثلا هذا العينة اللي يحتاجها لهذا التيست هي الهو البلوت، لذلك البلوت من اسحبه لازم احفظه بانتي كوجولنت تيوب اللي هي تحتوي على الاي دي تي اي او اي اذر انتي كوجولنت. اوكي، طبعا هنا أنا قلنا لازم نتذكر انه عندنا فاكتورات اثنين تحدد لي قيمة الاتش بي اي 1 سي، اللي هي الجلوكوز كونسنتريشن واللايف سبان مال البلوت سيلز. طبعا الاجهزه البوينت اوف كير الحديثه تعتمد مبدا عملها يعتمد على اللاتكس اميونو جلوتينيشن انهبيشن ميثودولوجي. بهاي الطريقه شنو اللي يصير هنا؟ تركيز الاتش بي اي 1 سي يعني كل من تركيز الهيموغلوبين اللي صاير له جلايكوسيليشن اللي مرتبط بالجلوكوز، وكذلك الهيموغلوبين الطبيعي اللي ما مرتبط بالجلوكوز. وهنا انا راح تنحسب الراشيو بين ال HbA1c بين اللي مرتبط بالجلوكوز واللي ما مرتبط بالجلوكوز، وهاي الراشيو هي اللي تمثل لي ال HbA1c. زين، عندي بشكل عام عندي ال methods of measurements يعني طرق القياس مالته، يعني طرق القياس مالته اما تعتمد على charge difference مال المولكيولز، يعني هنا الاختلاف بالشحنة اللي يصير بالجلايكوسيليتد هيموغلوبين والنون جلايكوسيليتد هيموغلوبين، وهذا طبعا نقدر نقيسه بالكاتيون كروماتوغرافي بالالكتروفورسيس بالايزو الكتريك فوكسنج. اوكي، فهاي هاي الاجهزه يعني كلها مبدا عملها يعتمد على تشارج ديفرنس، على اختلاف الشحنه فيما بين الجلايكوسيليتد هيموغلوبين والنون جلايكوسيليتد هيموغلوبين. وعندنا اجهزه ثانيه تشتغل على الستراكشرال كاركترستكس اوف ذا جلايكو جروب، يعني هذا الهيموغلوبين بعد ما يصير عليه ارتباط للجلوكوز يصير فد ستراكشرال موديفيكيشن بي، يعني يصير الستراكشر مالته يختلف عن الطبيعي. فلذلك هاي الاجهزه تقيس هاي الخصائص التركيبيه مال هذا المركب بعد ارتباط الجلوكوز وتطلع لنا ايش قد اللي مرتبط. وهاي طبعا من عندها الافينيتي كروماتوغرافي ومن عندها الامينو اسي اللي هو ايضا من الطرق الحديثه والشائعه. زين، هسه الادفانتج مال ال HbA1c يعني شنو فائدة هذا التيست؟ شوف، هذا التيست من فوائده انه سامبل ممكن ان تسحبه باي وقت، يعني ما تتقيد الشخص فاستنج او 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 ماكل او غيره او متعاطي فشي، يعني ممكن انت تسحبه تسحب السامبل الخاص بيه باي وقت. اوكي، بعد هذا التيست ما يتاثر بالشورت تيرم فاريشن اللي نصيح لها، مثل ما ذكرنا انه تقدر تسحب سامبل باي وقت، يعني ما يتاثر بالفود، ما يتاثر بالاكسرسايز، بالهايبوغلايسيميك ايجنت، اوكي، بالستريس، بالبيشنت اتيتيود او كوبريشن، يعني بتعاون المريض، مثلا انه تقول له صوم لازم يصوم فعلا الوقت لا يقل عن 8 ساعات. اوكي، فهذا كله ما يتاثر به هذا التيست. اوكي، ايضا هذا التيست قد يعني تقدر من خلاله تميز السهل الشورت تيرم هايبرجلايسيميا، يعني ارتفاع السكر بالدم لوقت معين. اوكي، من اللي هو اللي يصير بالناس اللي ينصح لهم نون دايابيتيك بيشنتس، يعني ارتفاع السكر اللي يكون مو سببه مرض السكر وانما يرتفع لفتره معينه وبعدين يرجع لوضعه الطبيعي. اوكي، قد يكون هذا الارتفاع نتيجه صح له ريسنت ستريس او مايوكارديال انفراكشن. اوكي، اي ذني اثنين هن يؤدن الى ارتفاع مستوى السكر، بس هذا مو معناه انه هو دايابيتيك بيشنت. فلذلك هذا التيست ينطيني ميزه انه اميز بين الشورت تيرم هايبرجلايسيميا اللي يصير بالنون دايابيتيك بيشنت عن الدايابيتيك بيشنت. زين، ايضا يعطيك معلومات عن الجلوكوز امبالانس اللي يصير بالبيشنت وذ مايلد دايابيتس ميليتس. ذكرنا انه احنا هذا ادق تيست نكشف فيه عن الدايابيتس ميليتس وايضا عن الجلايسيميك بيكتشر مال الشخص اللي هو اولريدي مشخص بالدايابيتس ميليتس. زين، النقطه الخامسه ايضا يعطيك يعني يقدر لك هل هذا البروتوكول العلاجي نجح على هذا المريض او لا، من خلال خفض ال HbA1c او يبقى عالي كما هو. فايضا يعني ينطيني صورة عن نجاح البروتوكول العلاجي. زين، هسه عندنا بعض يعني التحديدات اللي تخص هذا التيست. يعني هذا التيست ما اقدر استخدمه يوميا نوعا تقيس بيه الفلكتويشن اللي يصير بالجلوكوز.
اوكي، او الفلاكتويشن اللي يصير نتيجه فد زياده بالانسولين دوز او قله بالانسولين دوز اللي يصير بجماعه التايب 1 دايابيتس ميليتاس. اوكي، ايضا هذا ما اقدر يوميا اطلع من عنده الهايبو والهايبرجلايسيميا اللي يصير بالشخص. هاي هم من ضمن الليميتيشنز الخاصه بال HbA1c. زين، بيكوز مثل ما ذكرت لكم ويا الهيموغلوبين اللي هو الاي 1 ينطينا الجلايكو هيموغلوبين اللي هو الاي 1 سي. طبعا هاي سبق وان شرحناها وقلنا هي تعتمد على اللايف سبان مال الار بي سيز واللي هي من 100 ل 120 يوم، وتزودني بالاتش بي اي 1 سي بقيمه الاتش بي اي 1 سي. زين، هسه نجي على الكلينيكال سيجنفيكانس، يعني الاهميه السريريه مال هذا التيست. HbA1c ممكن ان يزداد شوكت لما بالناس اللي نيولي دايجنوز دايابتيك بيشنتس، الناس اللي مشخصين حديثا مرض السكر. زين، بعد ان كنترول دايابتيك بيشنتس، يعني شخص هو اوريدي مشخص بالمرض السكر لكن غير مسيطر عليه، يعني ما ملتزم بالعلاج، ما ملتزم بالدايت مالته. زين، ايضا نون دايابتيك هايبرجلايسيميا، يعني يرتفع بالنا، مو شرط انه بمرض السكر، ينصح لهم ذول النون دايابتيك هايبرجلايسيميك بيشنت. اوكي، ذول منهم يا جماعة الكوشنج سيندروم اللي يزود ادى الكورتيزول، ايضا يزود مستوى السكر بالدم، وراح يزود الارتباط بين الهيموغلوبين والجلوكوز، وبالتالي يرفع ال HbA1c. ايضا بالاكروميجالي، بالكورتيكوستيرويد ثيرابي، بالاكيوت ستريس patients with splenectomy، دول اللي عندهم الناس اللي شايلين الطحال، ذلك كريات الدم الحمراء راح تبقى، يعني تبقى فترة أطول ما تتكسر، فراح تؤدي إلى زيادة ال HbA1c. اوكي، شو وقت ممكن يقل ال HbA1c؟ بالهيمولوتيك انيميا، يعني تدرون بالهيمولوتيك انيميا عمر كريات الدم الحمراء راح يقل، لذلك قد تقل ال HbA1c. بالكرونيك بلود لوس، يعني شخص عنده مثلا عنده فد نزيف مكان معين بالمعدة بالامعاء، هذا كله يؤدي الى فقد دم الفترة طويلة وبشكل مزمن، فيؤدي الى خفض قيمة ال HbA1c. زين، نقطة ثالثة بالكرونيك رينال فيلر، اوكي، الفشل الكلوي المزمن اللي يؤدي الى خفض دائم في مستوى السكر، وبالتالي راح يقلل الارتباط وتقل قيمة ال HbA1c. زين، قد يصير عندنا فولت ريز، يعني هنا قد يرتفع ال HbA1c لكن بشكل كاذب، مو نتيجة انه زيادة مستوى الجلوكوز بالدم. هاي شو وقت تصير بالرينال فيلر، تصير بالرايزد ليفل اوف تراي جليسرايدز، يعني الهايبر تراي جليسرايديميا. اوكي، بعد تصير ايضا بالناس مدمنة الكحول فترات طويلة. زين، هنا ال HbA1c ممكن ان اسيطر عليه، شنو ممكن ان اسيطر عليه؟ بالاكسرسايز، بالدايت كنترول، وبالميديكيشن، يعني ان اسيطر على قيمته ضمن الرينج الطبيعي مالته، او اعلى من الرينج الطبيعي لكن بشكل خفيف. طبعا هذا بواسطة شنو؟ مثل ما ذكرنا، بالاكسرسايز، بالدايت كنترول، والميديكيشن. لكن حتى يسيطر على قيمته ضمن الرينج الطبيعي مالته، لازم يكون كومبينيشن بتوين ذيم، يعني لازم نسوي اتحاد ويا الاكسرسايز والدايت كنترول والميديكيشن، ذني مجموعة ينجمع عن كلهن سوية على مود نسيطر بيها على ال HbA، على قيمة ال HbA1c. لحد هنا المحاضرة انتهت، اتمنى تكون واضحة. طبعا هذا التيست ايضا هنا عندنا نقدر نسوي بالمختبر، لكن تعرفون بسبب الظروف، فراح ارفح لكم فيديو بسيط يوضح لكم شلون نجري هذا التيست داخل المختبر على نفس الجهاز اللي عندنا موجود بالمختبر، واتمنى يكون واضح بالنسبة لكم. واي سؤال عندكم تقدرون تتواصلون وياي. شكرا جزيلا.